سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى النشاط الثامنة وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشيد بتضحية الأطباء وكل أسرة قطاع الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة ويحيي تضامن الشعب الجزائري. الوزير الأول عبد العزيز جراد يذكر الولاة والهيئات المعنية بضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون حماية للسكان وضمانا لتموينهم المنتظم. خمس وأربعون حالة إصابة جديدة بكورونا وعشرون حالة وفاة، والحصيلة 1468 حالة مؤكدة و193 حالة وفاة وتمثل 113 حالة للشفاء. جهود مضنية لأبطال الصفوف الأولى في التكفل بالمصابين بمصلحة الإنعاش في مستشفى وهران. وفي صور حصرية للتلفزيون باحثون من مركز البحث للبيوتكنولوجيا بقسنطينة يطورون جهازا للكشف عن الإصابة بالكورونا في أقل من نصف ساعة. وعبر الوطن قوافل تضامنية محملة بوسائل الحماية والمواد الغذائية ومكاتب بريد متنقلة تجوب المؤسسات العمومية لتمكين العمال من سحب رواتبهم. بداية، وجه اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تحية تقدير وامتنان للأطباء وكل أسرة قطاع الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وجاء في الحساب الرسمي لسيد الرئيس على تويتر: بمناسبة اليوم العالمي للصحة تحية تقدير وامتنان لأطبائنا ولكل أسرة قطاع الصحة على تضحياتهم ولشعبنا على تضامنه الذي أبهر العالم كما أبهره الحراك المبارك. عاشت الجزائر واقفة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أصدر اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى الولاة والهيئات المعنية ليذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. بالفعل، فقد لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولا سيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية من جهة أخرى. وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض. ففيما يتعلق باحترام إجراء الحجر المنزلي، فإن المواطن ملزم بالحجر المنزلي ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها. وكل إخلال بإجراء الحجر المنزلي يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من 3000 إلى 6000 دينار ضد كل المخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات إلى الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر. فضلا عن ذلك، فإن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي وإيداعها في المحشر. وفيما يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض المتاجر المرخص بها قيد النشاط، فإن المتاجر المعنية بتمويل السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولا سيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم، والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم قيد النشاط. وفي حالة رفض التجار المعنيون فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة
الولائية. وجدير بالإشارة أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 2000 إلى 10000 دينار والحبس من 2 إلى 6 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وخلال الندوة الصحفية اليومية، كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فرار تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية 1468 حالة مؤكدة و193 وفاة، فيما تمثلت 113 حالة للشفاء. اليوم تم تسجيل 45 حالة جديدة عبر 12 ولاية ليصبح العدد الإجمالي 1468 حالة مؤكدة، وكل الحالات المؤكدة متواجدة عبر 45 ولاية كما تظهر في الشاشة. وتم تسجيل اليوم 20 حالة وفاة رحمهم الله على مستوى 9 ولايات، 11 من حالة وفاة بولاية البوليدة، 2 في الجزائر العاصمة، حالة واحدة بكل من بجاية، تيزي وزو، مستغانم، برج بوعرريج، بومرداس، طيف وبتنا، ليصبح العدد الإجمالي كما يظهر في الشاشة 193 حالة، منها 20 حالة جديدة. الأشخاص تمثلت إلى العلاج تمثلت للشفاء هي 113 حالة، منها اليوم 20 حالة على مستوى البوليدة و18 حالة امتثلت للشفاء وغادرت المستشفى، 18 حالة في الجزائر العاصمة، والمجموع يعني 113 غادرت اليوم هياكل العلاج. أما العدد الإجمالي للحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول الجديد يبقى 626 حالة. وفي اليوم العالمي للصحة، نقف في النشر عند جهود أبطال الصفوف الأولى المضنية في التكفل بالمصابين، وهذه صور لعمل الأطقم الطبية بمصلحة الإنعاش والعناية المركزة في المستشفى الجامعي أول نوفمبر بوهران. الروبورتاج لإيمان محروق الراس بصوت ريان عثماني. سجلت مدينة وهران حالات عديدة منذ بداية هذه الجائحة من حاملي الفيروس كوفيد 19، حيث استقبلت مصلحة الإنعاش والعناية المركزة للمستشفى الجامعي أول نوفمبر وهران عديد الحالات، فكانت مؤشرا فعليا على التكفل بهذه الحالات التي وصف بعضها بالمستعصية. مصلحة الإنعاش والعناية المركزة بها طاقم طبي ذو تجربة، صحيح مررنا بمرحلة H1N1 سنة 2009، لكن هذه الجائحة مختلفة وخاصة، هي عالمية. لدينا كل الإمكانيات المادية والبشرية بهذه المصلحة للتكفل بالمرضى، وبإمكاننا استقبال 100 إلى 150 مريضاً. فريق التلفزيون الجزائري استطاع وبموافقة حصرية الوصول إلى مصلحة العناية المركزة الممنوعة حتى على بعض الطواقم المستشفى من المصالح الأخرى. أنا مع لي بروفيسور قعدنا نصوروا لي مالات، حنا شادرنا دخلنا معهم، عطاونا ملابس وقاية ودخلنا درنا لي زانترفيو. كي كملنا لي زانترفيو قال لك كاين إيطاب واحد أخرى، قال لك تدخل الداخل عند وين راهم اللي راهم تاع ريسبيراتوار تاع جهاز التنفس. تما زادت صعابه شويه. بعد قعدت نقول لكم كاش ليق واحد يدخل يجيب الصوره. ويبقى في النهايه الوعي والامتثال للحجر الصحي الوسيلتان الانجع لوضع حد نهائي وفعلي للقضاء على هذه الجائحه العالميه. وكما ورد في العناوين، ننقل لكم صورا حصرية لباحثين من مركز البحث الوطني للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، يطورون جهازا لكشف المصابين بالكورونا في أقل من نصف ساعة، يقول حسن ميططلع. هذا هو مركز البحث الوطني بقسنطينة الذي نجح في اكتشاف جهاز يعمل بطريقة جديدة وعلمية وبسيطة لتشخيص المصابين بوباء كورونا في ظرف لا يتعدى النصف ساعة. جهاز بسيط مثل جهاز الذي يقيس السكري أو جهاز الحمل من بوندلت،
والقيمة الزايدة لهذا الجهاز أنه يعتمد على الحمض النووي الهيراني لاديال اللي يعطيه حساسية كبيرة تسمى تخي سنسيب ويفوق بكثير لي تيست سيرولوجيك تاع الدم قطرة الدم وله نفس الخاصية أنه محمول. الإنجاز العلمي بحسب المشرفين عليه سيكون جاهزا بعد حوالي شهر ونصف من الآن، وهذا بعد الحصول على المواد الأولية اللازمة. ويعد هذا الإنجاز الفريد من نوعه خطوة متطورة تضاهي مخابر علمية عالمية تبحث في هذا المجال. وحسب ما معرفتنا ولا حسب الرشاش نطخ رشاش بيوغرافيك ان شاء الله on n'est pas le premier mais on est presque en parallèle avec ces chercheurs qui sont en train de développer cette technologie et j'espère qu'on arrive en même temps pourquoi pas avoir la maîtrise avant les autres. هذا الاكتشاف يشرف عليه فريق بحث متكامل يضم 12 باحثا ومهندسا. اكتشاف علمي جاء في وقته ليعطي دفعا قويا للأبحاث في الجزائر ويؤكد مرة أخرى قدرة الباحثين الجزائريين على صنع الفارق. نتمنى ذلك. ومساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يتبرع كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيسة مجلس الدولة بشهر من راتبهما لفائدة حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة لهذا الغرض. ومن جهته تبرع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الزهاري براتب شهر لفائدة حساب التضامن كوفيد-19 وهذا في إطار المساهمة في الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهات الاجتماعية. كما يشارك مستخدمو وزارة الشؤون الخارجية في الحملة الوطنية للتبرعات حيث فتحت حسابات بنكية خاصة لهذا الغرض بالعملة الوطنية والعملة الصعبة. وفي هذا الإطار يتبرع رؤساء والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بشهر من رواتبهم، كما يشارك باقي الدبلوماسيين العاملين بالخارج وكذا المستخدمون المحليون المتعاقدون في عملية التبرع هاته. وبدورهم يساهم كافة إطارات ومستخدمي وزارة الشؤون الخارجية على مستوى المصالح المركزية في هذا الجهد الوطني للتصدي لأثر هذه الجائحة. أكد اليوم الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في بيان مشترك التزامهما وتجندهما إلى جانب السلطات العمومية من أجل التغلب على الوضع الصحي والاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد بسبب جائحة كورونا، مجددين التزامهم بالتجديد الاقتصادي للبلاد كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية والحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه. كما أعرب الموقعون على البيان كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات، أعربوا عن يقينهم بأن الجزائر ستتغلب على هذا الوضع الصعب وستباشر مسارا واسعا لإنعاش الاقتصاد الوطني بتغيير النموذج القائم من خلال إصلاحات هيكلية تكرس الأفضلية للمؤسسة الوطنية وحرية المبادرة ورفع الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتخفيف الأعباء. البيان أشاد بإجراءات الحجر الصحي الكامل والجزئي الذي أقرته السلطات العليا وكذا التضامن وتموين السكان بالمواد الغذائية، مبرزا ثقته وتقديره وتشجيعه لعمال جميع الأسلاك المشاركين في حملة التصدي لهذا الوباء. أعلن اليوم بنك الجزائر جملة من الإجراءات الاستثنائية الظرفية التي تسمح للمؤسسات المالية والبنكية لرفع مستوياتها لتموين الصالح المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء جائحة كورونا، وهذا في إطار الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأثار الاقتصادية لتفشي هذا الوباء، ووعيا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وضمان مواصلة نشاط وإنتاج المؤسسات الاقتصادية بصفة منتظمة وعادية. أخذ بنك الجزائر جملة من التدابير الاستثنائية، منها تأجيل تسديد أقساط القروض وإعادة جدولة القروض للزبائن المتضررين من هذا الظرف. كما سيتخذ بنك الجزائر إجراءات أخرى تبعا لتطورات الأوضاع لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني.
وتسهيلة كبيرة يمنحها إذن بنك التنمية المحلية لمستوردي المعدات الطبية بتشجيع استعمال البطاقات البنكية والمعاملات الإلكترونية. محمد أبي إسماعيل. تسهيلا لإجراءات استيراد المواد الطبية، بنك التنمية المحلية يعتمد الرقمنة من خلال التعامل مع المستوردين إلكترونيا. أولئك المعنيين باستيراد المعدات الطبية أنه بإمكانهم استقبال الوثائق المطلوبة في عملية الاستيراد عن طريق البريد الإلكتروني، والذي يكون مؤكد عليه عن طريق السويفت المنبعث من طرف البنك المرسل للوثائق. بنك التنمية المحلية كيف مواقيت عمله مع إجراءات الحجر الجزئي في عديد الولايات. ما يخص سولية البنكة، البنكة أين خدمنا الولاية كونسيرني بالكونفيرمون بارسيال 8/9 ربع أيام الوحدة ونص اللي كيشيت غلقنا في الوحدة. وضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، بنك التنمية كيفه بتشجيع زبائنه على استعمال البطاقة البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني. وفي إطار الحملات التضامنية الوطنية لمساعدة المصالح الطبية على مواجهة وباء كورونا، وضعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وشركاؤها الاقتصاديون هبة تتمثل في معدات ومستلزمات طبية تحت تصرف الصيدلية المركزية للمستشفيات. حنان بوريو. تضمنت هذه الهبة معدات ومستلزمات طبية منحت إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثلة بالصيدليات المركزية. مساعدة تتمثل في 60 سرير طبي مجهز بكامل التجهيزات، 55 جهاز تركيز تنفس، ومجموعة من المستلزمات اللي نقدمها إلى الإخوة في وزارة الصحة والسكان. هذه المعدات المهمة وذات القيمة البالغة في هذا الظرف الصحي الحساس الذي تعيشه الجزائر سيتم توزيعها على المؤسسات الاستشفائية عبر كافة أنحاء الوطن لتغطية احتياجاتها وتعزيز إمكانياتها في مكافحة هذا الوباء. هذه المعدات سوف نوصلها إلى الصيدلية المركزية قصد توزيعها بعملية ترشيدية. ضيف إلى ذلك تقوم مصالحي بتجهيز نزل على مستوى البوليدة، هذا النزل عنده طاقة استيعاب 50 سرير سوف يوجه لإقامة الطواقم الطبية التي تشرف على معالجة المصابين بداء كورونا. سوف نضعه تحت تصرف مصالح وزارة الصحة والسكان ابتداء من الأسبوع القادم إلى غاية القضاء نهائيا على وباء كورونا. تندرج هذه المبادرة الإنسانية ضمن هبات من العطاء والسخاء والتضامن والتكافل الاجتماعي الذي يميز الجزائريين في الأوقات الحالكة. وولاية تمرس تكاد تنعدم الحركة بها في فترة الحجر الجزئي، امتثال كبير لسكان الأهجار ووعي بالتدابير الاحترازية وإجراءات الحجر الذي تسهر على تطبيقه بصرامة مصالح الدرك والأمن الوطنيين. رباح مداوي. نطلب من المواطنين البقاء في منازلهم. التنبيه قبل نصف ساعة من دخول وقت الحجر هو من باب الوقاية من تبعة المخالفة، لكن بعد الساعة 7 مساء تغير المشهد، فتغير معه تعاطي قوى الأمن مع المخالفين لتوقيت الحجر إما عن جهل أو لسبب آخر. سابي على مستوى القطر ماهيش قال هنا ما على باليش راهو من البارح فونسات البارح نورمالمون البارح على بالنا الشافي هذه أقسم بالله لا على بالي بها الحاج بكل غير عنده دواء قضى عليه لازم نجيبوا له حسابك قضى عليه الحاج ربي يجيب لك الشفاء إن شاء الله والحاضر يبلغ الغيب كما أنا الله غالب أنا اللي خدام هذا كملت من العام تاعي نوصل العمال أني أوتوريزي بورختي الحمد لله يا ربي. منين جاي أنت؟ جاي من مسيلة. على بالك باللي والله ما على بالي والله ما على باليش انا بحال نعتان دخلت من بعد سمعت البارلول بلي راهم يعيطوا قال لك حتى من 7 ل 7 الحجر الجزئي اللي ولا تمرس من 7 تاع الحشيه لل 7 تاع الصباح دونك انت تمشي شويه وتقار تركن الشاحنه تاعك. من ادريان الى قطع الواد ومن صورو الى تهجرت دورية للشرطة والدرك تترصد الحركة ليلا بشوارع تمرست. الناس في بيوتهم امتثالا للحجر المنزلي صار في الحالة الراهنة فرض عين لمحاصرة الوباء. واش انتم بهذا البلع التجوال؟ لا لا ما عندناش ما واش ندير. اي والله؟ اه. تجيكم الحاجة سهلة ولا صعيبة؟ صعيبة بزاف. صعيبة صعيبة بزاف والله. بصح لازم تطبقوها.
الصورة غنية عن التعليق، الشوارع فارغة والتزام شبه مطلق من مواطني طمراس بقرار الحجر الجزئي من الساعة 7 مساء إلى الساعة 7 صباحا. وفي ظل الحجر الصحي تضمن الصيدليات الحد الأدنى من الخدمة من خلال نظام المناوبة. وهبة مزوج عاينت عمل الصيادلة في أوقات الحجر. ليس بالأمر الهين إيجاد صيدليات مفتوحة بعد حظر التجوال، وخاصة في الفترة الليلية. ضغط راني دوكا بدا واحد الساعه وانا ندور غير هنا في الجي سونتر. خرجت نبني من السوس، رحت نبني على كنون، باقي تقلت على شراقه وشراقه وانا ندور شراقه وانا ندور، ما لقيت حتى فارماسي. وهذا اللي هو فاتح هذا الوقت صح في هذا المومو حاجه فري مليحه يا خو. بارك الله فيه ربي يجازيه، باسكو اوخا شغل صوفا صوفا كيما نقولوا صوفا انسان وهي مليحه ليه والحمد لله. خلال حظر التجوال يعمل الصيادلة حسب جدول زمني مضبوط، غير أن الالتزام به متباين بين صيدلي وآخر. خرج قانون باللي لازم نحلو حتى 8:30، من بعد 8:30 كاين لي فارماسي دو كارد اللي يعاودوا يحكموا لو رولي، هما اللي يتبعوا. ابخي شاك كومين عندها لي فارماسي دو كارد، عندنا لي ليسي جملة دي اس بي، مانو يحترموا ولا ما يحترموش ما على بالناش، دونك شوف فوا شكون راه يحترم ولا ما يحترمش لا ليست هذيك. لازم نكونوا هنا ونوقفوا هذه شده ان شاء الله تزول وناسيور هذا مكان. رانا بيرمانونس، رانا دو كارد في خدمه الجامعه على كل حال. هاكي تشوفي كيما دوكا جانا واحد اورجون بون عنده انتريتمون يديه سي نورمال، وحنا رانا واقفين هنايا تسمى اللي محتاج يجي يلقانا هنا وعلى كل حال رانا دايرين لانونس في الفيسبوك. الصيدلة مهنة نبيلة لما تقدمه من خدمات إنسانية، خاصة إذا كانت في مثل هذه الظروف. وفي إطار الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا، مكاتب بريدية متنقلة لفائدة مستخدمي قطاع الصحة لتمكينهم من سحب رواتبهم دون التنقل إلى مراكز البريد، وذلك تفاديا للاكتظاظ وضمانا لاستمرارية عمل الأطقم الطبية بالمستشفيات. وهبة مزوج رصدت العملية بمستشفى دويرة. على غير العادة، مكتب بريدي داخل المؤسسات الاستشفائية بالدويرة خدمة للمرابطين في المستشفيات لسحب رواتبهم والتفرغ لرعاية المرضى، خاصة في مثل هذا الظرف. ماذا بيا نجي نرفد دراهمي نروح ما نديرش لاشانيتو ونكمل خدمتي، مام المريض يكون في نيتا كونفورتابل يعني. تريس كي تخرجي برا ديجا لا بليبار تاع الغاشي ما يحترموش المسافه، اوما متر ونص الفوق الغاشي راه يخدم غير يسيب وقت شويه فارغ من الخدمه تاعو تاع 5 دقائق 10 دقائق يجي يخلصها هنايا ويروح. احترام مسافه الامان، الدخول بالتناوب، واجراءات وقائيه اخرى يجب اتخاذها. يدخلوا بالواحد على بالنا نقعدوا متر ونص بينه وبين الاخر. وموفرت لهم داير لهم الجال هنايا قبل ما يدير لوبيراسيون معايا يدير يغسل يده قبل وندير لوبيراسيون يدي دراهمو ويروح. وهذه اقل شيء يقدر يقوم به قطاعنا في ظل ظروف هذه الجائحه، والمساهمه بسيطه باش نخليهم يعني يبقوا في اماكن عملهم يتفرغوا لشغلهم يعني مشكورين. لتفادي نقل العدوى يعني خارج المستشفى لكل حال باش ونخفوا ثانية على الشبه الطبي والطبيين باش يسحب رواتبهم يكون هنا داخلي يعني في داخل المركز الشفائي. البريد في خدمة أسلاك الصحة مبادرة تعكس تضامن وتضافر جهود قطاعات الدولة للحد من تفشي كوفيد-19. وتجسيدا لتعليمات الوزارة الوصية بتقريب الخدمات من المواطن وضمان استمراريتها، المكاتب البريدية المتنقلة بأدرار جابت مختلف القصور بالمنطقة، يقول يونس الكحلديب. قافلة تضم حافلة لبريد الجزائر تجوب قصور وقرى أضرار وتميمون قصد تمكين الساكنة من سحب مرتباتهم دون التنقل لمكاتب البريد تفاديا لانتشار الفيروس. تكليف أعوان المؤسسة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني أو نهائية الدفع الإلكتروني تي بي يو اللي ستسمح بأعواننا أنهم يتنقلوا إلى كل هيئات والإدارات والمؤسسات العمومية وتزامن وصب أجور مختلف الهيئات اللي راح عناء تنقل هؤلاء المستخدمين الموظفين إلى مكاتب البريد.
أعوان بريد الجزائر بدورهم اختاروا موظفي الإدارات بولاية أدرار، خاصة الإدارات المكلفة بضمان الخدمة العمومية على مدار اليوم كالصحة والحماية المدنية، وهذا ضمانا لاستمرارية الخدمة. حاجة الأولى نحمو أنفسنا ونحمو لي جون اللي برا، خاش حنا كونتاكت ديريكت مع لي باسيون مع لي مالاد. مبادرة نستحسنها كثيرا وهي حضورهم إلى مقر عملنا لمساعدة الأعوان على تلقي رواتبهم في مكان عملهم، وذلك لتجنب الاختلاط والاحتكاك بالأعوان بالمواطنين، لأن الأعوان يؤدون مهام كثيرة وجليلة في هذه الأيام. هذه المبادرة تساعد في تدعيم وتعزيز الإجراءات الوقائية، لأنها تجنب العمال الانتقال إلى مصالح البريد، وبالتالي تجنبهم الاحتكاك بمختلف المواطنين. قافلة من المنتظر أن تجوب كل الإدارات بالولاية وكذا المناطق المعزولة جراء توقف المواصلات طيلة فترة الحجر الصحي. واتصالات الجزائر من جهتها تضمن خدمتها بولاية البليدة، ورغم إجراءات الحجز التام لمرافقة المواطن خلال هذه الفترة بجملة من التدابير للرفع من تدفق الإنترنت وسرعتها. المتابعة لمحمد ياسين نقاش. ازداد مستعملو الانترنت ومعه ارتفعت ساعات الذروة من 3 إلى 10 ساعات يوميا، وهذا بفعل الحجر الصحي. واش لاحظنا حتى الساعة 2 صباحا أكثر من 1,600,000 مواطن مكونيكتي اون ميم طون سيميلتاني، وهذا يكون عباك يسبب ضغط على الآخر، والبيك تسمى البيك يكون هكذاك شغل يبدا من 3 تاع العشية حتى لزوج تاع الصباح وحنا في البيك. لهذا حنا خدينا ديجا اونتيسيبينا على بالنا راه يصرى هذا الفينومين، حنا اونتيسيبينا خدرنا دي زيكستونسيون في لابوند باسونت انترناسيونال في الشبكه الدوليه وفي لابوند باسونت ناسيونال في الشبكه الوطنيه. دونك خدينا دي زيكستونسيون ونا سيبلي لي بوان في الريزو تاعنا في الشبكه الوطنيه، ونا سيبلي دي بوان وين لازم نديروها كيما بليده، درنا دي زيكستونسيون اللي خلى الشبكه تاعنا تتسولاجا. وفي حالة العطب التدخل يكون آنيا. وهاد العمال هادو راهم موبيليزي وعندهم عطيناهم كل الإمكانيات باش يقدروا ينترفونيو تري تري رابيدمون سو لو تير. إضافة إلى هذا فإن اتصالات الجزائر توفر خدماتها عن بعد. يتوجه الوكالة تجاه الاتصال الجزائري، يعني يلقى الغاشي ولا يستنى باش يدفع، ويعني كل المخاطر اللي تقدمها التنقلات في الحالة الأخيرة هذه، احنا يعني نشجعوه باش يدير كلش من الدار، ما كان يعني يتوجه ويسحب المال ويروح للوكالة التجارية الأخيرة من الدار من البيت تاعو، يعبئ الرصيد تاعو أو يدفع الفاتورة وما عنده، يعني يتفادى جميع المخاطر تاع الكوفيد 19. هي إجراءات وتدابير تسمح للمواطن المكوث في البيت واحترام الحجر الصحي. ومع توقف حركة الملاحة الجوية جراء وباء كورونا اغتنمت الخطوط الجوية الجزائرية هذه الفترة لإخضاع أسطولها إلى عمليات الصيانة والمراقبة. هذه العملية شملت 56 طائرة بالإضافة إلى عتاد شركة تاسيلي. يمين سيجي. نحن هنا بأكبر قاعدة صيانة الطيران في إفريقيا، هنا تتم صيانة ومراجعة وتصليح حتى قطع معينة من الطائرات والمروحيات. أكثر من 50 طائرة تخضع للمراقبة من قبل تقنيي الخطوط الجوية الجزائرية. فيما يتعلق بعملية صيانة الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مست العملية 56 طائرة، منها 8 طائرات من نوع إيرباس، 32 طائرة من نوع إنجي، و15 طائرة من نوع أتيار. كما نقوم بصيانة عتاد شركة التصل للطيران المتمثل في 8 طائرات من نوع إنجي. هذه العملية نقوم بها على مستوى وحدات الصيانة التابعة للشركة. كل قطعة من هذه الطائرة تفحص فحصا دقيقا للكشف عن أدنى عطل محتمل كتردي الكابلات أو تآكل الأنابيب أو أي تصدع صغير في جسم الطائرة. كل شيء هنا يتم فحصه بهذه الورشة.
نقوم بصيانة المحركات ومختلف أنظمة عمل الطائرات، كما نقوم بعملية المراجعة التقنية. بالإضافة إلى صيانة الطائرات، عملية واسعة لتحديث وعصرنة الأسطول الجوي الجزائري. بعثنا مشروعا جديدا لإعادة تجديد وعصرنة الهيكل الداخلي ل16 طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وذلك لضمان راحة المسافرين ضمن المقاييس العالمية. منذ تعليق الرحلات الجوية، كل الطائرات الجوية الجزائرية مركونة، إلى أن الشركة ملزمة بتطبيق إجراءات الصيانة الخاصة المحددة من قبل مختلف الشركات المصنعة للطائرات. ومجمع سوناتراك تبنى استراتيجية محكمة لاستمرار نشاط الانتاج بمختلف وحداته بتدابير وقائية وعملية تطهير شملت أماكن العمل ووسائل الانتاج. زكريا مهوبي تابع العملية بمصفات سيدرزين بالعاصمة. بشكل دوري يتم تعقيم وحدات نشاط تكرير البترول والبتروكيمياء بسيدرزين التابعة لسوناتراك والمصافي التابعة لها. فالإجراءات الاحترازية اتخذت مع اكتشاف أولى حالات فيروس كورونا بالجزائر. بالتوجيهات نائب رئيس مدير العام للتكرير والبتروكيمياء بتسخير كل إمكانيات اللوجستيكية والبشرية بتنسيق مع طب العمل. دعمنا بشركة أخرى للتطهير والتعقيم. خلية الوقاية والصحة لا كوميسيون دي جيان دي سيكوريتي. حنايا اون او نيفو دو السي اتش ار بي سي اون ديكلونشي ما دوني لاليرت في جانفي. مع العمال بدينا وفرنا لهم دي سيونس دو سونسيبيليزاسيون، منها افيك لي زافيش ميم او نيفو دو لانترانيت دي سونسيبيليزاسيون. توفير المنتجات الطاقوية من بنزين ومازوت خاصة في هذه الأزمة يقتضي مخططات خاصة للحفاظ على صحة العمال. شركة تاعنا وفرت لنا ظروف واستلزامات من مواد التعقيم ومن إضافات والآخر للعمال باش ليزونيتي تاعنا ما يحبسوش وباش نوفروا مواد البتروكيميائية للشعب الجزائري والمستخدمين. وجه يعني حاجة بات للشعب الجزائري، يقول لهم يا خوتي الفيروس هذا عدو ما نشوفوش. الرسالة هذه اللي نوجهوها إن شاء الله لأولادنا خوتنا، ونقول لهم يا خوتي احكموا ديوركم باسكو هذا المرض ما يرحمش. وتشمل عمليات تعقيم مقار العمل، الحظيرة، وحتى وسائل نقل عمال سوناتراك. وبوهران باشرت السلطات المحلية في المرحلة الثانية من عمليات التعقيم التي مست مختلف بلديات الولاية، حيث تم فيها تسخير كل الوسائل من أجل تنظيف مختلف أحياء وشوارع المدينة. اليوم سخرنا 60 وسيلة تعامل اللي نقوموا بها لتعقيم كل الساحات وكل الأحياء، والأولوية أعطيناها الأحياء اللي ظهروا فيها بعض بعض الحالات تاع الوباء. أما أعوان المراقبة التجارية فكثفوا من دورياتهم لمرافقة التجار من خلال حملات للتحسيس والتوعية. ربيعة بوزيدي. هي فرق للتفتيش والمراقبة والمعاينة الدورية لمدى التزام التجار بالتدابير الاحترازية تفاديا لتفشي فيروس كورونا. يسحق الخبز تتج بتعطيله الخبز ما يمسوش اي واحد، واللي يمس الخبز ما يمسش الدراهم. عندنا الصرف نحطوه في مازوفال لاكاس نسربيوه. نقوم بمسح كل الأشياء تلمس باليد بالماء الجافيل. التعامل من التاجر إلى المستهلك مباشرة يفرض التزاما وقائيا وتعاملا جادا للحفاظ على سلامة وصحة البائع والمشتري. احنا شباب عنده كونفيونس
حاجه تنقى وما حاجه مليحه. سلعه جديده يعني بسيرتيفيكا كل حاجه يعني امر النظافه ديال المجهودية. هذه توضحت السيرتيفيكا بان الداد يعني الدجاج مذبوح اليوم. النداء اللي خلينا نقول نداء احسن يعني للامهات والسيدات اللي قمنا يعني قايمين في البيت انه لما يستلموا هذه المنتوجات يجب إعادة تنظيفها بماء الجافيل كلية، سواء تعلق الأمر ورمي الأكياس لأن الأكياس قد تكون حاملة للفيروس. تبني الإجراءات الوقائية لسلامة المواطنين وجه آخر من السلوك الحضاري. وللحد من انتشار وباء كورونا يعمل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية تيارت على تفعيل رقمنة عملية الضمان الفلاحي ومرافقة الفلاح من خلال تقديم مختلف المعدات اللازمة للوقاية من الفيروس. نوال بنطوبة. رقمنة عملية الضمان الفلاحي آلية جديدة للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية تيارت، آلية تقدم عديد التسهيلات للفلاح في مثل هذه الظروف. سهلون ان هذه العمليه دير لنا هذه الرقمنه جديده، انه يوصلك ايميل عبر الانترنت اذا كانت لك كونترات داسيرونس تاعك قريب تكمل، ولا كاش حاجه باغ اكزومبل بتخلص الشيك ولا مهم بارا سمس. كما يسهر الصندوق على مرافقه جميع الفلاحين من خلال متابعه مدى تطبيق الاجراءات الوقائيه اللازمه الى جانب تقديم مختلف المعدات لذلك. هذا البرنامج يسهل الفلاح على عدم التقرب من الصندوق الصناديق الجهويه للحفاظ على سلامته وسلامه عائلته، وهنا نستطيع ان نقول قد قمنا بما يسمى بالحجر الصحي. كذلك قام الصندوق اليوم بخارجات ميدانيه تحسيسيه لتوعيه الفلاحين والمربيين. عندنا باش نداووه العجار ولا نداووه ذيك بادويه اخرى، واليوم المبادرة تاعهم كانت ممتازة كي جاو باش يشوفوا يعطونا باش نعقموا السكاني جيراننا نعاونوا بعضنا على هذا المرض الخطير. الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نقصوا لنا ضغط كبير، مام حتى البان دي بلاس ونسور ولا حاجة ولا لي برودوي هذو جابوهم لنا حتى سير بلاس ما ديبلاسيناش ومساعديننا فوق الليزم كاع. ضمانات وتسهيلات رقمية للصندوق من شأنها تحقيق وقاية صحية سليمة للفلاح وضبط توازن الأسواق. وعملية التضامن رسمت أروع الصور في خنشلة من خلال قافلة تضامنية لسكان البليدة. نور الدين بن عبسة. القافلة أريد لها أن تكون عنوان تآزر وأخوة بين سكان خنشلة وسكان البليدة. هبوا وجمعوا ما يمكن جمعه للتخفيف من وطأة الأزمة على إخواننا في البليدة. هذه العملية ماشي الأولى، راح تكون متبوعة إن شاء الله بعمليات تضامنية أخرى. السلع والمساعدات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع متأتية من تبرعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين فضلا عن السلطات المحلية. احنا درنا نداء لكل الفلاحين والمستثمرين وبالأخص اللي عندهم استثمارات تبع الفلاحة، المتعاملين الاقتصاديين كما المطاحن كما كاينين، درنا نداء والحقيقة يعني خضى يعني كاين الناس اللي شاركت بقوة. قام فعالية المجتمع المدني عبر مختلف الجمعيات النشطة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم هذه الهبة التضامنية لإخواننا في البليدة. المبادرة أبانت عن تطور الحس التضامني لدى المواطن الجزائري، ورسخ الظرف الصعب الذي أملاه فيروس كورونا معاني التلاحم. يرفع على ما سمعنا الآن أذان صلاة العشاء لمدينة الجزائر ومجاورها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نعود إلى نشاطنا وإلى المساعدات والهبات التضامنية والتي قدمها هذه المرة أعيان الأهجار ونقلت إلى البليدة ونقلتها طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي. حرية جرجر. تجسيداً لأواصر التلاحم والتضامن بين أبناء الوطن الواحد، هبة تضامنية من المجتمع المدني للأهجار إلى سكان ولاية البليدة. الطائرة العسكرية أقلعت بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لأهل البليدة في هذه الظروف الصعبة. هذه الشحنة التي تنطلق من القاعدة الجوية بطمن رصد تشمل مواد غذائية مختلفة وحفاضات صحية، وهي عربون لنعبر عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب إخواننا في البليدة في هذه الظروف العصيبة، وكما نغتنم هذه الفرصة لنرفع أي الشكر والعرفان للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب في مثل هذه الظروف، ولم تذخر أي جهد لتسخير كافة الإمكانيات المادية ووسائل النقل الضرورية لإيصال هذه المساعدات التضامنية في وقتها. تأتي هذه المساعدات تجسيدا للهبة التضامنية التي تعبر بحق عن الإرادة الحقيقية والقوية للتلاحم والتآزر بين أبناء الوطن الواحد، كما أنها دلالة كبيرة على حرص المؤسسة العسكرية على رعاية ومرافقة هذا التلاحم والتآزر وتقوية الرابطة بين جيش وشعبه خدمة للوطنية وتجسيدا لمبادئ ثورة أول نوفمبر التي نجحت بفضل قوته ومتانة هذه الرابطة. مواجهة أزمة بحجم وخطورة وباء كورونا يستدعي تضافر جهود الجميع ورابطة جيش أمة في المقدمة. ومن ورقلة انطلقت قافلة تضامنية باتجاه البليدة، شارك فيها مختلف فعالية المجتمع المدني. فاطمة زهرة بن عرفة.
في هبة تضامنية عكست روح التآزر والتآخي لسكان ورقلة مع الأهل في ولاية البليدة، انطلقت قافلة تضامنية محملة بمواد أساسية بمشاركة فلاحي المنطقة والمتعاملين الاقتصاديين. شارك فيها كل الفعاليات على مستوى الولاية، خاصة منها الغرفة الفلاحية بالتنسيق مع الفلاحين المنتجين المتواجدين على مستوى الولاية. شارك فيها كذلك المطاحن المتواجدة على مستوى ولايتنا، زودوا المواطنين بأكثر من 100 طن من السميد والفارينة وكل المواد الغذائية. ولأن مدينة البورود تعرف حجرا كليا منذ ظهور جائحة كورونا فيروس ببلادنا، فإن أبناء الوطن الواحد التفوا حولها بقلوبهم. وحبينا ان شاء الله من خلال المبادره اننا نتقاسم الغذاء اليومي تاعنا اللي هو ماده التمر مع اخواننا واهلنا في البليده. نتمنى ان هذه القافله تلحق في احسن الظروف ان شاء الله، وهذا واجب علينا ان نلتحم مع كل الولايات. نحن البليده ونحن ورقله ونحن قسنطينه ونحن كل الولايات نتضامن مع بعضنا البعض. مثل هكذا مبادرات انسانيه ليست بالغريبه على المجتمع الجزائري خاصه في الاوقات الصعبه. نحن معك البليدة، شعار قافلة تضامنية لتخفيف وطأة الحجر التام عن سكان البليدة نظمتها مساجد الجزائر العاصمة محملة بالمواد الغذائية الأساسية. المبادرة تهدف إلى غرس قيم المحبة والتضامن بين أفراد المجتمع وتفعيل دور المسجد في المجتمع. القافلة المباركة اللي تبرع فيها كثير من المحسنين بمساعدات يعني مواد غذائية ومواد تنظيف، ونشكر كل من ساهم معنا في أسهم في هذه القافلة سواء من محسنين بالجزائر العاصمة، سائلين الله أن يوفقنا لكل خير وأن يرفع عنا وعن العالم ما ألم به من هذه الجائحة. آمين يا رب العالمين. هذا وأسدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي تعليمة إلى مديرية الشؤون الدينية عبر ولاية الوطن لبث تسجيلات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد مدة نصف ساعة قبل أذان الظهر، وذلك استجابة لطلبات الملحة من طرف المواطنين على أن يتم التنسيق مع الولاة لضبط هذه المدة زيادة أو نقصانا واختيار الأيام التي يبث فيها القرآن الكريم. هذا وثمنت اليوم حركة البناء الوطني هذا القرار داعية إلى تخصيص فترات يلهج فيها بالدعاء الصالح في أوقات الفضيلة والاستجابة لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة دعما لمستخدمي قطاع الصحة ولكل المرابطين في الصفوف الأولى ضد هذا الوباء أو على ثغورنا الأمنية الملتهبة. إثر بلاغ تلقاه مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة عبر الرقم الأخضر 1055، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص باشتباكات بواسطة أسلحة بيضاء بحي عدل بعين الملحة ببلدية جسر قسنطينة. تم على الفور تشكيل دورية مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل تمكنت من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق. عملية التدخل السريع مكن من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق العدلية، قاموا باقتحام شقة أحد المواطنين وتهديده بالسلاح الأبيض، غير أن تمت السيطرة على الوضع والشل مخططاتهم الإجرامية الخطيرة. وقد أسفرت هذه العملية النوعية من توقيف 9 موقوفين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سوف يتم تقديمه أمام محكمة حسين داي من أجل جنحة جناية تكوين جمعية الأشرار لإعداد لارتكاب فعل إجرامي، جنحة انتهاك حرمة المنزل، جنحة عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على حياة أعوانها، التهديد بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي لملك الغير، حمل سلاح أبيض دون سبب شرعي. جدير بالتنويه أنه على خلاف ما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أن توقيف هؤلاء المجرمين كانوا على خلفية إثاراتهم الفوضى ورفضهم الانسياع إلى إجراء الحجر الصحي، إلا أنه في الحقيقة الأمر تم توقيفهم بسبب ارتكابهم لجرائم تمس بالقانون العام. كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك مجموعة أشرار بزيرالدا لارتكابها لجرائم السرقة الموصوفة من داخل فندق عمومي مخصص للحجر الصحي، كما تم توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم.
تمكنت افواج الفرقه المتنقله للشرطه القضائيه البير خادم لامن ولايه الجزائر من ايقاف واحباط في حال تلبس افراغ كميه معتبره من المواد الغذائيه واللحوم الحمراء والبيضاء من طرف 3 اشخاص وضعوهما في سياره نفعيه. بعد التاكد من هذه السلع ان مصدرها احتمال سرقتها من فندق مازافرون بزيرادا المخصص حاليا للحجر الصحي، تم اختار سيد وكيل جمهوريه المختص اقليميا، وبتمديد الاختصاص تم ايقاف الفاعل الرئيسي وتحويله للفرقة. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت وضبطت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف إثر عمليات بحث وتمشيط ببومرداس، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى 3 قنابل تقليدية صنع بالجلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بعين الدفلة 5 تجار مخدرات وحجزت زيادة من 24 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان 4 تجار مخدرات بحوزتهم ما يقارب 10 كيلوغرامات من المادة نفسها. كما أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليتين منفصلتين بكل من الطارف وجيجل 4 تجار مخدرات وحجزوا أزيد من 2700 قرص مهلوس. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمرس وعنقزام وبرج باجي مختار 20 شخصا وضبطت 3 بنادق صيد ومعدات تفجير وشاحنة و13 مركبة رباعية الدفع وكمية معتبرة من المواد الغذائية والوقود، بالإضافة إلى 19 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن وأزيد من طن من خليط خام الذهب والحجارة، فيما تم توقيف 46 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتمرست. ونختم النشرة بمبادرة شباب مسؤول وواع، فهؤلاء الشباب بالعاصمة بدروا بصنع كمامات واقية ووزعوها مجانا على المواطنين. ليندا مكي. هنا بإحدى ورشات الخياطة وسط العاصمة، شباب متطوع لصنع كمامات وقائية. شفنا بلي كاين نقص فادح فيهم، ومالوريزمون كاين بعض ماشي بعض المواطنين، تسمى كاين مواطنين اللي ما صابوهمش متوفرين في الصيدليات وما صابوهم اون مارشي نواغ باثمان يعني خياليه وماشي في متناول الجميع. ولاد القصبه، ولاد باب الواد، ولاد الحراش، ولاد القبه، كاع يديروها. خاوتي الشعب دوك يسحقكم، اليوم الجزائر تحقكم، ولا بد تلبيوا النداء وغيستي كونفيني. من فضلكم. الشباب أخذ على عاتقه مهمة توزيع الكمامات مجانا على المواطنين. هذه شريتها ب 15000 من عند الفرماسيان، ويقولوا لك ديروها 4 سوايع ورموها. هذا الشعب واش يقدر؟ الجماعة هذه اللي هم يخدموا هذه الخدمة بارك الله فيهم، يعطيهم الصحة، مبادرة مليحة. دو مومون لي بافيت مالاش نصيبوهم، دونك هذه الأوكازيون اللي يقدر يشري واللي ما يقدرش يشري راه يصيبها. هذه حاجة مليحة وماذا بيا تكثر، يعني تكون في كل مكان. هذه المبادرات دليل شهامة وتضامن الجزائريين لتجاوز مختلف الأزمات. لم يبقى لي سوى أن أذكر بأبرز ما أورثنا في هذه النشرة من أنباء. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشيد بتضحية الأطباء وكل أسرة قطاع الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة ويحيي تضامن الشعب الجزائري. الوزير الأول عبد العزيز جراد يذكر الولاة والهيئات المعنية بضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون حماية للسكان وضمانا لتموينهم المنتظم. خمس وأربعون حالة إصابة جديدة بكورونا وعشرون حالة وفاة، والحصيلة 1468 حالة مؤكدة و193 حالة وفاة، وتماثل 113 حالة للشفاء. جهود مضنية لأبطال الصفوف الأولى في التكفل بالمصابين بمصلحة الإنعاش في مستشفى وهران.
وكما تابعتم صورا حصريه للتلفزيون لباحثين من مركز البحث للبيوتكنولوجيا بقسنطينه يطورون جهازا للكشف عن الاصابه بالكورونا في اقل من نصف ساعه. وعبر الوطن قوافل تضامنيه محمله بوسائل الحمايه والمواد الغذائيه. ومكاتب بريدية متنقلة تجوب المؤسسة العمومية لتمكين العمال من سحب رواتبهم. نشرتنا تمت، شكرا لكم على متابعتنا. تبقى عناويننا الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.